السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شبابنا؟ إن شاء الله زين. معكم سير حسين عالم أبول، طبعا اليوم جايب لكم شرح جديد. طبعا تقول ها منتج متغير، وش السالفة؟ أخذت لك ماك بوك؟ لا ما أخذت لي ماك بوك، اشتريت لي أحلى من برنامج، أحلى من الكيوت كات برو في المونتاج، اللي هو هذا اسمه موفي سبريت مثل ما تشوفون. طبعا صراحة برنامج خرافي، وهذا بعد موفي دروبز مشترينا. اوكي يا شباب، المهم اليوم شرحنا هو عن طريقة، كمان انا بتجي اصلا اضغط زر لايك واشترك في القناة اذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق صوت كل ما هو جديد. طبعا اليوم جبت لكم الشرح كيف تعرف هل جهازك اصلي او مو اصلي. يعني فرضا انت الحين بتاخذ جهاز مستعمل، تاخده وتسوفيه الطريقة. طبعا الرابط بيكون في الوصف، رابط هالموقع. اول ما تفتح الموقع بيجي لك هني انتر يور سيريال نمبر. شلون تطلع السيريال نمبر؟ عندك ثلاث طرق. اول طريقة تروح من الاعدادات عام حول، تلاحظ على هذه الكلمة اللي اسمها IMEI، هذه هي الرقم التسلسلي اللي صوبه كامل تكتبه انزين. والرقم والطريقة الثانية من ظهر الجهاز مثل ما تشوفون في الصورة، من ظهر الجهاز. والطريقة الثالثة من خلف الكارتون مثل ما تشوفون يعني. فأوكي شباب، أنا حاليا بكتب رمز التسلسل حق الآيباد، ونشوف إن الآيباد أصلي والله مو أصلي. طبعا مجرد انه يطلع لك التفاصيل فهو اصلي، يعني احنا بكتبه وبرجع لك. اوكي يا شباب، مثل ما تشوفون كتبت الرقم التسلسلي حق الايباد. الحين اقول لي انتر اللي مكتوب، يعني هذا رد اكتبه، فنكتبه ما في مشكلة. سي واي سي واي 99 اتش، ترى مفهوم الحكي يعني، شوف بالضبط يمكن صح بعد. نضغط على continue، مثل ما تشوفون خلاص من طلع الجهاز، يعني ان الجهاز اصلي مثل ما تشوفون، اصلي. ها ايباد 5 جيجا، باقي على 5 شهور على الجارنتي. يقول لك بعد الجارنتي يعني حقه، وباقي كم عن الجارنتي وينتهي. واي فاي سلوريت، والسيريال نمبر ماله اللي هو هذا اللي كتبناه. ويعطيك هنا الاشياء كثيره طبعا مثل ما تشوفون. ضغط على كونتينيو، نشوف شو وين ودينا. ودينا على ساين ان ان وذ يور ابل اي دي، ما يحتاج. بس كان شرحنا هذا لليوم، لا تنسون لايك وسبسكرايب والكومنت والشير. وبس يا شباب، مع السلامه.